عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح ناخذ له تكمل الدرس السابق اللي أخذناه، وهو صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ما هو له تعريف الصبر، أخذناه من عند جواب. هيا سعد، أحسنت، قلنا معنى الصبر حبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن اللطم والضرب وشق الجيوب. بارك الله فيك. طيب، عندنا عنوان الدرس اليوم بإذن الله: أمر المؤمن كله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. راح نتعرف على أهداف الدرس، كيفية حال المؤمن في السراء وفي الضراء بهذا الأمر. عندنا التمهيد في البداية: أصيب أحمد بكسر في أثر له حادث تعرض له فزار صديقه خالد، فوجده حزينا تظهر عليه الكآبة، فقرر خالد أن يكتب له بطاقة يسليه فيها ويدعو له بالشفاء، وكتب فيها الحديث التالي. حديث مين؟ حديث له صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أيضا. هذا حديث صهيب السنان رضي الله عنه. عندي فقرة أكون من الكلمات الآتي جملة مناسبة لتكون اللي هو ماذا؟ عنوان للدرس. ها، من يذكر اللي ذكرناه بداية كلامي في بداية الدرس؟ هاي خالد، أحسن، بارك الله فيك. قلنا العنوان الصحيح: أمر المؤمن كله خير، مثل ما ذكر زميلكم خالد. طيب، راح نتعرف على معاني الحديث الذي ذكرناه سابقا في هذا الأمر. طيب، معنى قوله عجبا لأمر المؤمن، أي حال المؤمن يستحق التعجب أنه في خير في جميع أحواله. المؤمن في جميع أحواله يكون اللي هو أمره خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا عندنا: وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. خصاه النبي بهذا الأمر، أي أن غير المؤمن سواء كان كافرا أو منافقا لا ينال هذا الخير في السراء ولا في الضراء. فهو في السراء جاحد لنعم الله عز وجل مغتر بها، وفي الضراء ساخطا غير صابر. هذا يقصد في مين؟ غير المسلم سواء كان كافر أو منافق، لكن هذا هو الجواب نفس ما ذكرته. طيب، عندنا بعض اللي هو مع الحديث أيضا: إن أصابته سراء، مثل إيش؟ مثل كصحة، سلامة، حصل له مال، مثلا نعمة الأولاد سواء بنات أو بنين، هذه سراء يعني فرحة له. طيب، في حال إن أصابته ضراء، اللي هي ماذا ضراء؟ معناه اللي هو الشر، مثل كمرض، كالفقر، الفقر، كأيضا فقد الأقارب أو الأهل أو أحد الأصحاب في هذا الأمر. طيب، راح نأخذ كيفية يكون حال المؤمن خيرا في السراء وفي الضراء. المؤمن في السراء شاكرا لله عز وجل، يثني على الله عز وجل بنعمه ولا يستعملها في معاصيه، فيكسب بذلك أجر الشاكرين المحسنين. إن أصابته الضراء رضى أو رضي القضاء، ولم يسخط أو يتضجر، وإنما يصبر ويحتسب، فيكسب بذلك أجر من الصابرين المحتسبين، نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبر في جميع له
أحوال بهذا الأمر. هناخذ بعض اللي هو فوائد من الحديث نستفيد منها بإذن الله. حال المؤمن دائما وأبدا في خير، سواء أصابته ضراء أو أصابته سراء، سواء يعني أصابه خير أو أصابه شر، دائما حال المؤمن يكون في خير بإذن الله. طيب، الشكر عند النعم واندفاع المصائب من صفات إيش؟ صفات المؤمنين. لابد أن نشكر الله عز وجل في النعم بهذا الأمر التي أنعمها عليه. أيضا من صفات المؤمن الصبر والاحتساب عند المصائب. أيضا شكر الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، أي أشكر الله سبحانه وتعالى إذا أصابني خير أو إذا أصابني شر، أشكر الله سبحانه وتعالى حتى أنال هذا الخير. طيب، أيضا الإيمان بسبب الإيمان سبب الاطمأنينة وحسن التصرف بهذا الأمر. الصبر صفة من صفات المؤمن ذكرناها سابقا. المؤمن يجني الحسنات من صبره وشكره لله سبحانه وتعالى. طيب، راح نتعرف على صهيب بن سنان رضي الله عنه، راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. راح ناخذ اسمه وناخذ فضائله ومتى توفي رحمة الله عليه. طيب، عندنا اسمه أو نسبه أبو يحيى صهيب السنان الرومي. طيب، راح نذكر له بعض فضائله. حينما هاجر أراد أن يهاجر ترك ماله لمين؟ المشركين. عشان ماذا؟ عشان أن يتركوه أن يهاجر وين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه في المدينة ربح البيع أبا يحيى، أي ربح ما تركه من أموال عند المشركين بإذن الله، وإن الله سبحانه وتعالى راح يعوضه بهذا الأمر، لأن صبر بترك المال عند المشركين ابتغاء القدوم إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، راح ناخذ له السنة التي توفى فيها. توفى رضي الله عنه سنة 38 للهجرة. طيب، عندنا فكر كيف تكون السراء شرا على الكافر وعلى مين؟ على المنافق. طيب، انه يظن ان السراء من فعله فلا يشكر، يعني اذا صار له امر خير لا يشكر الله عز وجل، هذا مين؟ الشخص الكافر او المنافق، لا يشكر الله على نعمه، كما ان النعمه تزيد تكبرا وتجبرا وطغيانا، فتثقل بذلك صحائف سيئاته ويزداد ليش؟ عذابه. دائما الشخص الكافر او المنافق متكبر على الله سبحانه وتعالى، فجزاهم النار باذن الله. طيب، تعلمنا من درس اليوم واستفدنا من درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. المؤمن شاكر في السراء، صابر في ماذا؟ في الضراء، يشكر الله سبحانه وتعالى إذا صابه ماذا؟ خير، ويكون صابرا إذا صابه ماذا؟ شر، اللي هو الضراء. من شكر النعمة أيضا نسبتها للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. طيب، من الصبر عند المصيبة عدم التسخط والضجر. أيضا إذا صابتنا مصيبة ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في حال ما في حال موت أحد الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء. طيب، عندنا واجب بإذن الله صفحة اللي هو 62، سؤال رقم 1، أتمنى من الجميع أن يحله حتى يتم رسم الدرجة له كاملا في هذا الأمر. أيضا راح يتم رفع جميع اللي هو
جميع الواجبات على موقع المدرسة، تدخل وتحلها حتى تظهر لك النتيجة، وبعد ذلك يتم رصد الدرجة لك بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في أمان الله.